عسلام الناس كل، معكم شيف وفيق. اليوم باش نستعملوا الكسكسي كي يقعد مثلا نطيبه البارح الكوانتيتي كبيره ما نعرفوش، يقعد لنا شويه كسكسي ابيض باش نستعملوه، مش نعملوا سلطه نتاع كسكسي مزيانه برشا برشا. نشوفوا كيفاش الكسكسي مفور ومنفخ بالزيت زيتونه والماء الفاتر والبخار. زوز فقوس معناها اثنين خيار، شيري توماتو كوبايه، تفاحه خضراء مقسومه مكعبات، نص كوب طماطم مجففه، كعبه ليمون معموله زيست، معدنوس، بقدونس، بصل اخضر، خمسه قطعات سموكت سالمون، 10 اوراق نعناع، مش 9، 10 اوراق نعناع بالضبط، نص كوب عصير ليمون، كوب كامل زيت زيتون، فلفل اسود، ملح ابيض، بابريكا او فلفل حار، وبنشكشكو نخلطوا السلطه نخلطوا السلطه نخلطوا السلطه ونحطوها تستريح في وسط الثلاجه مده 10 دقائق. نخرجوا سلطه الكسكسي ونزينوها بشويه سلمون على شويه زيست على ورقه ليمون على شويه صنوبر محمر. سلطه نتاع كسكسي فريش، فيها الخضار، فيها شويه غله تفاح مش تعطي الاسيديتي، السموكت سالمون مش يخليك التيست نتاع سموكت، الباينتس مش الباينتس الصنوبر المحمر، النعناع، زيت الزيتون، الليمون، كسكسي معناها مهبول، على كسكسي مهبول. كان معكم شيف وفيق، باي باي.